السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كامل لاباس وباحسن حال، واذا كنتوا ماشي لاباس just smile and live life، ابتسموا وعيشوا الحياه. اوكي جايز، سو اول حاجه عافاكم، اذا كنتوا جداد اشتركوا في القناه بالضغط على بحال هذا السر هذا كاين لتحت، راه تلقاوه لتحت. انتم متحمسه نصور لكم فيديو؟ والله اصلا ديجا هذا الفيديو ديجا صورته لكن نعاودو. اوكي، وايضا ما تنساوش عافاكم تركوا على زر الجرس باش انكم تشوفوا اي حاجه جديده درتها، وايضا اذا كنتوا ديجا دايرينو عافاكم حيدوه وعاودوا ديروه، حيتاش اليوتيوب ولا فيه مشكل انا ما كيوصل حتى واحد لي نوتيفيكاسيون. سو بليز في الفيديوهات الجايه بقاو تكتبوا لي نوتيفيكيشن سكواد، يعني اصحاب النوتيفيكيشن اللي جاو، باش نعرفكم جيتو من نوتيفيكاسيون طلعت فيكم. اوكي، انا اصلا كنت نغبر عليكم واحد الشهر ولا اكثر، بغيت تنشري كاميرا، بغيت تنقاد لو كيما كتشوفوا مرون، بزاف الحوايج بغيت نرجع لكم بروفيسيونيل، ولكن في الاخر قلت زين بوتن لا. صراحه ماشي انا اللي قلتها، واحد الدري اللي ديديكاس لك من هنا خويا، راه عارف كتفرج وراك عارف راسك. شكرا حيت خليتي نوض نتقعد باسكو نيت باغا انني نصور. اوكي اوكي باي. اوكي سو جايز، الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون هو كيفاش تربحوا من يوتيوب و اشهارات وشركات وتاخذوا الحوايج وكاع داكشي اللي بغيتوا تعرفوا. يلا نبداو. يا اول حاجه، اذا كنتي انت جديد او لا انت جديده في اليوتيوب، ما تفكروش في الفلوس حيت ما كاينش ابدا الفلوس في اليوتيوب، زيرو. انا دابا راه داخله مع شركه ديوان من شهر 11 2017، او نقولوا شهر 12 في الاول ديالو، مش دي تريال، وبقى عندي 80 دولار مكتوبه، يعني الفلوس نورمالمون بشويه بشويه كيتجمعوا. سو داكشي علاش كتلقاو الاعلانات عندي في الفيديوهات، كتلقاو الاعلانات باش ناخذ منهم فلوس في اليوتيوب، ولكن راه ما غاداش ناخذ داك الفلوس تنفوت 250 دولار حيت هذه هي القاعده في ديوان. سو بغيتو انكم تربحوا فلوس خاصكم تفوتوا 250 دولار هادشي في ديوان، اما في يوتيوب لا، في ادسنس لا. سو انا بعدا كنصحكم انه اذا كنتو ديجا مسيكوريزين القناه ديالكم، يعني ما تخافوش عليها من الهاكرز ولا من شي حاجه الى اخره، بقاو مع ادسنس، بقاو بوحدكم. سو الربح غادي يكون متقاسم بينك وبين ادسنس، يعني جوجل. اما بالنسبه الى دخلتوا لديوان او للالفا الجروب او لاي شركه اخرى، فراه حتى ديك الشركه كتاخذ واحد النسبه من الفلوس زائد جوجل كياخذ الفلوس. سو داكشي مرون، ولكن اذا بغيتوا ان مثلا شي شركه اللي هي تمارجي لكم القناه، تعاونكم في الافكار، تصايب لكم التصاور، سيكوريزي لكم القناه، يعني ما يجيش ليها الهاكرز، دخلوا مع الشركات. اذا كنتوا قل من 10000 ولا 20000 كنصحكم نتوما اللي تهضروا مع الشركات، حيت قليل اللي جاو هما هضروا معاكم. ولكن كيفاش تهضروا معاهم؟ غتقلبوا على لي زيمايل، غادي تكتبوا لهم رساله بالطبع بالانجليزيه. سو داكشي علاش كنقول لكم ديما لونغلي مهمة، غتنفعكم في حياتكم، كلشي كيهضر بها، ماشي بحال الفرنسية ولا شي حاجة أخرى. غتقولوا لهم هاي أي أم بلا بلا بلا، كتبوا سميتكم مهم، فروم موروكو، أي أم أن إنفلونسر، يوتيوبر، إنستغرامر، ذيس ماي شانل، هادي هي قناتي، وعطيهم ليان ديال لاشين ديالكم، شحال عندكم ديال ليزابوني، وأيضا الإنستغرام ديالكم. وأنا كنصحكم أنه مثلا كانت عندكم 18 أبوني، كتبوا مثلا بين قوسين أي هاف أراوند 20K، يعني عندي قريبا 20K، ولكن ما تزيدوش فيه، يعني ماشي كانت عندكم 10000 تكتبوا 15000، لا. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوني. صافي، من بعد غادي تقولوا لهم بغيت ندير معكم كولابوريشن، عجبني الويب سايت ديالكم، عجبني التطبيق ديالكم، واش تقدر تسبونسوري شي فيديو ديالي، بلا 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 بلا. الا بغاو راه غيجاوبوكم، ما بغاوش راه غيجاوبوكم، والا ما جاوبوكم كاع راه ما بغاوش، ولا ما شافوش الميساج، ولا باينه ما بغاوش. صافي، ندوزو دابا الاشهارات. الاشهارات كيفاش؟ اشهارات اغلبيه هما اللي كيهضروا معاك، اولا تقدر حتى تهضر معاهم، علاش لا، nothing is impossible guys. بالنسبه للاشهارات اللي انا درت الاشهار ديال صله، وعقلت وقيله فيه درت اشهار اخر، ما عقلت الصراحه، ولكن المهم صله عطوني فيها 50 دولار. سو كنصحكم انكم اذا كنتو اكثر من 50000 ولا 40000، خصوصا 50000 ابوني، ما تقبلوش شي حاجه اقل من 50 دولار، ولا السوق غيطيح، فهمتوني؟ يعني السوق غيطيح عند يوتيوبرز. سو مثلا شافوك انت قبلتي ب 15 دولار، غيمشيو عند يوتيوبر اخر يقول 14 10 5، تما يبقى كاع السوق في اليوتيوب والناس ما كيربحوا والو. سو يا يعني حاولوا انكم تفرضوا شخصيتكم قدام لي مارك، فهمتوني؟ يعني تفرضوا شخصيتكم. المهم، وايضا تقدروا تربحوا الفلوس من لي لايف، مثلا يونو انا كندير فيه لي لايف كنربح فيه الفلوس، اولا الصراحه انا ما شفتهمش، يعني ما شديتش الفلوس هكا، يعني حاليا ما شديتش فلوسي. سو كنربحهم ولكن باقا ما شفتهمش حقيقه. كيفاش تربحوا فلوس في يونو؟ اول حاجه خاصكم تكونوا بارتنر مع يونو، ثاني حاجه الفلوس كيجيو من مده المشاهده، وايضا لي باغ، يعني الهدايا اللي كيعطوكم المتابعين اثناء اللايف، المهم لي لايك لي بارطاج، ولكن خصوصا البارات اللي هما واحد الهدايا غاليين اللي كيتشراو، فهمتوني؟ يعني نتوما كتشريو هذوك الهدايا وكتعطيوها لذاك الشخص. المهم كاينين بزاف الوسائل باش انكم تربحوا في يونو، وصراحه يونو انا عجبني بزاف، اول حاجه حيت كناخذ منه فلوس بالطبع، ثاني حاجه واللي هي اهم حاجه اللي هي انه كنستمتع بزاف،
يعني كنستمتعوا انا كندير معكم لي لايف يو ناو. المهم بالمناسبه بغيتو انكم تنضموا اللايف ديال اليوم ان شاء الله، الا ما درتوش سمحوا لي حيت بعض المرات كنقول غنديروا وما كنديروش. المهم هو هذا، وايضا انستغرام بلا 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 بلا. اوكي، ايضا كاين ربح من انستغرام. انستغرام واعر. كيفاش تربحوا فلوس من انستغرام؟ غنعطيكم واحد النصائح اللي انا اكتشفتهم من راسي بشويه بشويه. اول حاجه تصاور واعر، بليز لوحوا تصاور زوينين بليز، وحاولوا نصيحه اللي ما كنتش كنديرها، داكشي علاش الفيد ديالي كان مخربق، هي انكم تلوحوا التصويره بلبسه وحده. يعني مثلا انا لابسه هذا، سو لوحت صوره وحده بهذه، ولكن التصويره الجايه ما تكونش بهذه، فهمتوني؟ حيت الا كانوا بزاف لبسه تغولي داكشي مخربق. نصيحه، حاولوا انكم مثلا تصوروا صوره وحده في هذه البلاصه، صوره وحده بهذه اللبسه، يعني ما تعاودوش داكشي اكثر من مره. النصيحه الثانيه اللي واعره، اللي هي بقاو ديروا لي هاشتاغ. يعني مثلا نتوما مشيتوا البحر ولحتوا التصويره في البحر، كتبوا سي واتر لاندسكيب اللي هي منظر طبيعي، الشمس، الصيف، بلا بلا بلا، فهمتوني؟ يوتيوبر، انستغرامر، بلوجر، بيك اوف ذا داي، انستا جودز، انستغرامر، فهمتوني؟ يعني ابدعوا في لي هاشتاغ، حيتاش لي هاشتاغ هما اللي الناس كيستعملوا. وزائد مثلا واحد كان في داك الهاشتاغ غادي يدير ريسنت اللي هي اخر بوست تلاح، غادي يبان ليه ديالك، غيمشي الى عجبته التصويره غيتابونا عندك. وانا الصراحه ملي كندير لي هاشتاغ كيجيو عندي لي جام من ناس اجانب، كيجيو عندي لي زابوني من ناس اجانب، يعني الهاشتاغ كينفعوا بزاف وغادي يطلعوك بشويه بشويه. يعني انا صاحبتي هبه الخمنيشي تحيه لك من هنايا، قلت لها بدا دير لي هاشتاغ وكانت عندها 1000 ابوني في الاخر، يعني طلعت 2000 في مده اللي ما طلعتش فيها بدك 1000، فهمتوني؟ بداو تصاور، يعني تصاور ابيعوا فيهم ويكونوا بكاليتي زوينه. وعاوتاني ماشي هاد التصويره مثلا درتوها سيلفي تصويره جريت تهيه، لا مثلا تصويره درتوها سيلفي، تصويره زيت تكونوا جالسين، تصويره الاخرى واقفين، تصويره الاخرى ديروا شي بوز، يعني ابدعوا، فهمتوني؟ راه حتى انستغرام راه الناس فيه كرياتيف والناس كيربحوا منه فلوس، كيربحوا منه بزاف. فكنتمنى تكونوا فهمتوني. اوكي جايز، كان هذا هو الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم ديروا لايك، ما عجبكمش ديزلايك. وعلاش ما عجبكمش؟ كنتمنى نكون فدتكم شي شويه. هذا الشيء اللي قلت لكم دابا اسرار، صراحه كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو هذا الفيديو باش يستافدوا منه، حيت هذا الشيء قليل الا لقيتوه في شي بلاصه اخرى. وعافاكم وصلونا ل 5000 لايك، ديروا لايك جايز كمان الى عجبكم الفيديو. ايضا اذا بقيتوا حتى لهنايا في هذه اللحظه هذه، كتبوا لي في التعليقات قلب اخضر، يلا كتبوا لي قلب اخضر في التعليقات باش نعرفكم باقيين حتى لهنايا. وايضا عافاكم لايك وبارطاج كما قلت لكم، والجرس وسبسكرايب. تابعوني على اليوناو، تابعوني على الانستغرام. لا يقعد صوتي كلمات. Peace and love, smilers. Peace.